الحياة وباب الفردوس، فليتني أنا أيضا أجد الطريق بالتوبة، أنا الخروف الضال، فادعني يا مخلص وخلصني. مبارك أنت يا رب ابني حقوقا، يا من في القديم العدم جبلتني، وبصورتك الإلهية أكرمتني، ولما تجاوزت وصية أعدتني أيضا إلى الأرض التي منها أخذت، أصعدني إلى الميثاق التصور بالجمال القديم أيضا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا، صورة مجدك الذي لا يوصف، وإن كنت حاملا اللاهوت الواحد المثلث الضياء هاتف، قدوس أنت أيها الآب الذي لا بدا له، والابن المساوي لك في عدم البدا، والروح الإلهي، أنرنا نحن المتعبدين لك بإيمان، ومن النار الأبدية اختطفنا. لنا كل وان وإلى دار الدائر الأمين. رحي أياتها الطاهرة، يا من ولدت الإله بالجسد لفرس الكل، التي بها جنس البشر قد وجد الخلاص، عبدك
أخينا المطران سبيريدون هذا الراقب. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل التذكار المخبوط والراحة المؤبدة لأبينا المتروبوليت سبيريدون وغفران جميع خطاياه الطوعية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي، وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا الرب نسأل. لأنك أنت هو القيامة والحياة والراحة والنياح لنفسي عبدك أخينا المطران سبيريدون الذي كان شريكا لنا في الخدمة هذا الراقد، على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى الرب نطلب إيمان القيامة والحياة والراحة والنياح لنفس عبدك أبينا المغبوط الذكر والمثلث الرحمات متروبوليت سبيريدون، على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكل قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أرح يا مخلصنا عبدك هذا المتروبوليت سبيريدون مع الصديقين، وأسكنه في مساكنك كما هو مكتوب، معرضاً أيها الصالح عن جميع ذنوبه الطوعية والكرهية التي بمعرفة والتي بغير معرفة يا محب البشر. المجد للآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح الإله، يا من أشرقت للعالم من البتول وأوضحتنا بها أبناء النور، ارحمنا. ليس قدوس مثلك أيها الرب إلهي، يا من رفعت شأن المؤمنين بك أيها الصالح وثبتهم على صخرة الاعتراف به. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. نطلب من أجل التذكار المغبوط والراحة المؤبدة لأبينا المتروبوليت سبيريدون وغفران جميع خطاياه الطوعية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي، وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا نسأل. نفسي عبدك أخينا وشريكنا في الخدمة المغبوط الذكر والمثلث الرحمات المتروبوليت سبيريدون، على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكل قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. ملكوتك اذكرنا يا رب، متى أتيت في ملكوتك؟ طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانى فإنهم يعزون.
طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. أيها المسيح لقد جعلت اللص يستوطن الفردوس لما هتف إليك وهو على الصليب اذكرني. فأهلني أنا أيضا غير المستحق لتوبتك. طوبى لأنقياء القلوب فإنهم لله يعاينون. يا من يسود على الحياة والموت أرح في ديار القديسين هذا الذي نقلته من الوقتيات والصارخة إليك. اذكرني متى أتيت في ملكوتك. يا من له السلطان على النفوس والأجساد الذي بيده نسمتنا يا سلوة المحزونين أرح عبدك الذي نقلته في بلدة الصديقين. المسيح يريحك في بلدة الأحياء ويفتح لك أبواب الفردوس ويجعلك مستوطنا للملكوت ويهب لك الصفحة عما اجترمته في عمرك يا محب المسيح. قالوا عليهم كل كلمة سوء من أجل كاذبين. لنخرج وننظر في القبور أن الإنسان عظام مجرد ومأكل للدود ورائحة كريهة. ولنعرف ما هو الغنى ما هو الجمال وما هي القوة والبهاء. لنسمع ماذا يصوت ضابط الكل. الويل للذين يطلبون أن ينظروا يوم الرب الرهيب إذ هو ظلام وقتام لأنه بالنار سيختبر الأشياء كلها. المجد للآب والابن والروح القدس بالأزلية أسجد للأب الوالد وبالاتلاد أمجد لابن المولود وبالانبثاق أسبح الروح القدس المتلالية مع الأب والابن معا.
كروس خمين مضبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم فإنه تهيأ لك مكان الارتياح إليك يا ربي أصرخ من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهلي تسالونيكي لنصغي يا إخوان لا أريد أن تجهلوا ما يختص بالراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم فإن إن كنا نؤمن أن يسوع المسيح مات ثم قام فكذلك سيحضر الله الراقدين بيسوع معه ونقول لكم هذا بكلمة الرب إن نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند الهتاف عند صوت رئيس الملائكة وفوق الله سينزل من السماء ثم نحن الأحياء الباقين نختطف جميعا معهم في السحب لملاقاة المسيح في الهواء ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير
والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي قال الرب للذين أتوا إليه من اليهود: كما أسمع أحكم وحكمي عادل، لأني لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إن كنت أنا أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً، إنما الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهد لي بها هي حق. قال الرب للذين أتوا إليه من اليهود: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنها تأتي الساعة وهي الآن حاضرة، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يجري الحكم، لأنه ابن البشر. لا تعجب من هذا، أنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته، فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة حياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة دينونة. أنا لا أقدر أن أعمل من نفسي شيئاً، كما أسمع أحكم وحكمي عادل، لأني لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل التذكار المغبوط والراحة المؤبدة لأبينا المتروبوليت سبيريدون وغفران جميع خطايا طوايا والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون، ولينال الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت. ملكنا وإلهنا نسأل. والملك الذي لا يخلفك فيه أحد،
ولأنه ليس عندك محاباة ولا أخذ بالوجوه، إذ قد رتبت لجميع الناس حدًّا معلومًا للحياة ينتهي بانتهاء الأجل المحدود. لأجل هذا نطلب إليك يا رب مبتهلين أن تريح عبدك هذا أخينا وشريكنا في الخدمة المتروبوليت سبيريدون، والذي رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية، وأن ترتبه في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكما أنك أقمته على الأرض خادماً في كنيستك، كذلك اجعله يا رب خادماً في مذبحك السماوي، وكما زينته بين البشر بالرتبة الروحية، كذلك اقبله غير مدين في مجد الملائكة، وكما مجدت حياته على الأرض، كذلك اجعل مخرج حياته في مدخل قديسيك الصديقين، وأحصي روحه مع جميع الذين أرضوك منذ الدهر، لأنك أنت القيامة والحياة والراحة والنياح لنفس عبدك هذا الراقد أخينا وشريكنا في الخدمة المطوى بالذكر المتروبوليت سبيريدون. أيها المسيح إلهنا، ولك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الراحل الكبير، يصح فيك كلام بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيراً قد وضع لي إكليل البر. وأنت ماثل لدى الحبيب ولسان حالك يقول: ها حياتي يا رب جواباً حسناً أمام من برك المهيب. دولة الرئيس الأستاذ إلي فرزلي، ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، سعادة النائب عاصم عراجي، ممثل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، وممثل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء. أيها الأحبة، يسبقنا اليوم إلى الملقى الأبدي المطران سبيريدون خوري، ذاك الوجه الوديع الذي طبع زحلة وعلى مدى أكثر من 50 عاماً بالوداعة والطيبة. نودع اليوم هامة وقورة من أنطاكية العظمى بشهادة إيمانها. نودع اليوم عميد مطارنتنا الذي بذل من قلبه ليتمجد يسوع المسيح في قلوب أبنائه وفي كيانهم. غير أن عزاءنا يكمن في أننا وإياه على ملقى وجه الحبيب مقيمون في الرجاء وراسخون فيه. عزاؤنا في هذا الرجل أنه انعجن بحب ربه فقلب كيانه نارا لاهبة بمخافته وبتقاه وبوداعة لم تهب يوما درب آلام وما أكثرها. نذكره اليوم والذكرى تليق بمن أعطى الروح والكيان لخدمة يسوع المسيح ربًا مصلوبًا على المحبة كما يقول الرسول بولس. أيها الراحل الكبير في وداعته والبليغ في صمته، تودعنا اليوم وأنت في شيخوخة مثمرة وفي أسقفية صالحة على مثال شفيعك
القديس سبيريدون ذاك الراعي الطيب والمحب والساعي في إثر رعيته. تودعنا إلى كنف ذاك الفخاري الخالق الأعظم بارئ السماوات والأرض. تودعنا بعدما تمثلت شفيعك القديس سبيريدون فآكل الدرب من حذائك ومن قدميك وأنت تسعى وتجهد في إثر الرعية الموكلة إليك لتوردها منابع الخلاص. وإذ نواريك اليوم في ثرى قلوبنا وكياننا يطيب لنا أن نذكر شيئاً مما عشته ها هنا على الأرض لتستدر به مراحم العلي. نذكرك يا سيدنا سبيريدون ونذكر بين القرية العكارية التي صبغتك بطيبتها وأصالتها حتى في المهجر الذي ولدت فيه حاملاً ككثيرين وهجة وأصالة هذا الشرق إلى البرازيل. نذكرك تذكرك كنيسة القديس تيودوروس في بينه مرتلاً فيها، ويذكرك البلمند بإكليريكيته الشهيرة طالباً للعلم الإلهي في أواخر الثلاثينيات. تذكرك دمشق ودارها البطريركية وآسيتها الشهيرة التي تربى على عبيرها طلاب العلم في ذاك الجيل. تذكرك معلولة بفجها الصخري وديرها الشهير، وتذكرك أيضاً حمص بغسانيتها الأرثوذكسية متلمساً علوم الدنيا والكهنوت. ومن حمص تحط ذكراك في عاصمة الأنوار في باريس التي قصدتها طالباً للاهوت في معهد القديس سيرجيوس هناك. ومن المعهد الباريسي تحط رحال خدمتك في البلمند من جديد مديراً لإكليريكيته بأمر البطريرك المثلث الرحمة ألكساندروس الثالث طحان. ومن هناك أيضاً تعود بك دفة الرعاية إلى أبرشيتك الأصل العكار وإلى وادي النصارى ومرمريتا بالتحديد. تذكرك يا سيدنا كنيسة رقاد العذراء في الإسكندرية عندما حللت فيها راعياً لكنيسة الشوام بحسب مقولة الإخوة المصريين. وتذكرك أيضاً أبرشية طرابلس وكيلاً مساعداً للمثلث الرحمة الياس قربان في أواسط الستينات. ولعل من مصادفة الزمن يا أحبة أن يكون اليوم 17 أيلول الذي نودعك فيه هو اليوم ذاته الذي توجهت فيه إليك أنظار أحبار الكرسي الأنطاكي المقدس لترعى هذه الأبرشية، أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما بعيدة انتقال مطرانها نيفون سابا في مثل هذا اليوم بالضبط، أي في 17 أيلول من العام 1966. وكان هذا اليوم وكأن هذا اليوم هو ختم قربان المحبة والعهد الذي كان بينك وبين زحلة بكل أبنائها. هذا شيء من حياة هذا الراقد الكبير يا أحبة قدمه بخوراً زكي العرف أمام منبر الله في خدمة كنيسة أنطاكية التي أحب وبذل من أجلها الحياة والكيان. نذكر المطران سبيريدون
ونذكر بالخير والبركة خدمته المثمرة في هذه الأبرشية لنصف قرن قضاها في بنيان البشر والحجر. نذكره ركناً من أركان زحلة أبعد عنها، وبالتعاون مع مطارنة زحلة شبح الحرب الأهلية ما أمكن آنذاك. تذكرك هذه الأبرشية يا سيدنا سبيريدون بكل بقاعها، من الهرمل إلى بعلبك، فالبقاع فعروسته زحلة التي ارتبطت بخدمتها لنصف قرن. وتذكر فيك أيضاً ذاك المتواضع الذي اعتبر دوماً أن الأسقفية هي أولاً وأخيراً خدمة، ولم يأنف من أن يستعفي عن شيخوخة صالحة مسلماً الوديعة لسيادة الأخ المطران أنطونيوس الصوري الذي شاءته النعمة الإلهية من بعده على محراث المحبة والخدمة في هذه الأبرشية المحروسة بنعمة الله. تذكرك أنطاكية المسيحية أيضاً وأنت كبير من كبارها. تذكرك ببطاركتها الكبار ومطارنتها وسائر أبرشياتها. يذكرك لبنان الذي ينمو الصديق كأرزه، وتذكرك سوريا وكل بقعة خدمتها وبثست فيها شيئا من روحك. يذكرك يا سيدنا سبيريدون كل هذا الشرق المصلوب بإنسانه الذي يقاسي ويلات الحروب دمارا وتهجيرا وعنفا وإرهابا. يذكرك هذا الشرق الذي يرى القيامة من وراء الصليب. أنقل إليك أيها الراحل الكريم سلاما قلبيا من إخوتك في الأسقفية، وأخص بالذكر منهم مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يزجي المخطوفين واللذين غيبتهما وتغيبهما عنا قسوة الزمن الحاضر وتحجر القلوب، واللا اكتراث بما يخص هذا الملف المفتوح منذ أكثر من 6 سنوات. نثق يا سيدنا بأنك تصلي من أجلنا ومن أجل لبنان ومن أجل كل الشرق، ونحن على اليقين أن رب القيامة لابد ناظر أتعبك. قل للمخلص إن الكرمة التي زرعتها يداه في أنطاكية تطلب دوماً من رب الحصاد العمل الصالحين، وتسأله وهو الذي افتداها بمحبة وتضحية أن ينداها بنعمته وبركته وصلاحه ورجائه الذي يمحق كل ضيق. ونحن في موسم الصليب الكريم نتأمله وننظر من ورائه عتبات القيامة قائلين: المسيح قام والموت تهاوى، المسيح قام والراقدون به على الوداعة يعبرون، المسيح قام وحيث يقوم فهناك يقوم خادمه، المسيح قام حقا قام. ألا طيب الله أحبتي أرضا حازت سيدنا سبيريدون وعز قلوبكم جميعا بنور القيامة المجيدة، وليكن ذكرك مؤبدا. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قمت من بين الأموات ويا من يسود على الأحياء والأموات،
بشفاعات أمك الكلية الطهارة والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله. أنت رتب نفس عبدك أخينا الذي كان شريكا لنا في الخدمة المطران سبيريدون المنتقل عنا في مظال الصديقين، وأرح في أحضان إبراهيم وأحصها مع الأبرار والقديسين. وأما نحن فارحمنا بما أنك صالح وإله رحيم، فليكن ذكره أبدا. فليكن ذكره أبدا. فليكن ذكره أبدا. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صاحب الغبطة، إذا كان بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس قال لقد جاهدت جهاد الحسن، فنحن أبناء المؤمنين بهذه الكنيسة الأنطاكية نقول وحرقتا على حبيب زحلة والبقاع، وحرقتا على فتى الإيمان القوي، وحرقتا على أمير من أمراء الكنيسة المنطقية، وحرقتا على فتى الإباء، على فتى الوفاء، على فتى التضحية، على فتى الوطنية، وحرقتا على من ناضل إلى جانب شركائه في الخدمة من أبناء الطوائف الشقيقة في هذه المدينة البطلة في هذا البقاع الحبيب. بسون، فرح، حداد، برصوم، اسكندر، وطيب الله ذكر الذين توفاهم الله. أقول أن هذه الخسارة تركت أثر عميق في قلوب الزحليين والبقاعيين نظرا لتلك المحبة الكبيرة التي كنوها للراحل الكبير سيادة المطران سبيريدونوس خوري. فيا أي سيادة المطران، ها هم أصدقاؤك ومحبوك ومردوك أتوا يلبون نداء الوفاء لك ويحيون منك الذكرى ويلقون على مثواك الأخير باقات من الورد والسوسن والياسمين، علها تثلج من صدور أهليك وتبرد من صدور عرفيك وترسل نسائم الصبر والسلوان في قلوب أهليك. أيها الإخوان، هذا المطران الذي شاءت الظروف أن نرافقه، أن نشهد على نضاله مع جنبا إلى جنب مع رموز أبناء الوطن، مع رموز أصحاب السماحة في سبيل الدفاع عن العيش المشترك في لبنان، يستحق كل الاستحقاق. هذه الرسالة التي شاءت فخامة رئيس الجمهورية الذي شرفني إذ كلفني أن أنقل إليه هذا الوسام تعبيرا عن عربون المحبة والتقدير لهذا النضال الكبير في حياة سيادة المطران، ولك صاحب الخطة ولكل السادة الأجلاء أمراء الكنيسة المطرانية كل العزاء والطبع. عطفاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التفوض بتقييم المرحوم المطران سبيريدون خوري متروبوليت زحلة والبقاع وتوابعهما وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور، وذلك خلال مراسم الدفن يوم الثلاثاء الواقع في 17 أيلول عام 2019. أيها الأحبة،
باسمي واسم كهنة وأبناء الأبرشية والعاملين فيها وعائلة المثلث الرحمة المتروبوليت سبيريدون، نتقدم بالشكر إلى صاحب الغبطة مولانا البطريرك يوحنا العاشر كل الطوبة والجزيل الاحترام، إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون ممثلاً بدولة الرئيس إليل فرزلي، من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ممثلين بسعادة النائب الدكتور عاصم عراجي، من صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلاً بسيادة المطران جوزيف معوض، من أصحاب السيادة آباء ومطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس، من أصحاب السيادة مطارنة زحلي وبعلبك وكل البقاع، ومن جميع الكهنة الأجلاء والشمامسة والرهبان والراهبات ورؤساء الأديار وأصحاب السماحة، من معالي الوزراء وسعادة النواب، من الدكتور سمير جعجع ممثلاً بسعادة النائب سيزار المعلوف، من سعادة محافظ البقاع، من رئيس وأعضاء مجلس بلدية زحلي المعلقة وتعنايل ورؤساء البلديات والمخاطير، من حضرات القضاة، من سعادة السفير اليوناني ممثلاً بسعادة القنصل ياسون كاسيلاتيس، من القادة الأمنيين ومن ناب عنهم وجميع الأجهزة الأمنية، من اللقاء الأرثوذكسي، من المجلس الأرثوذكسي، من جميع الفاعليات والجمعيات الروحية والاجتماعية، من جميع وسائل الإعلام والإعلاميين، ونخص بالذكر تيلي لوميير الذين نقلوا هذا الحدث الجلل اليوم، ومن جميع الذين شاركونا في هذه الصلاة الجنائزية المباركة، ومن كل الذين قاموا بواجب العزاء حضوراً أو اتصالاً. المسيح قام. التعازي أحبة بصالون المطران سبيريدون بعد دفن الجثمان. هلا الآباء الكهنة بيحملوا الجثمان. هلا هون خذي طول عمرك، خلي الميت خلي الميت.